السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير. دبلوم اللغة الفرنسية الأكثر طلبا وهو دالف في هذه المشاركة نشارك معكم أسئلة الحصول على دبلوم دالف باللغة الفرنسية في صفحة واحدة. هناك 3 فيديوهات، الفيديو الأول عبارة عن أسئلة اختبار دالف الكتابية. Dans cette page, vous trouverez une préparation régulière et méthodique pour obtenir le DELF. Très facilement, vous trouverez toutes les questions et réponses. Premièrement, vous trouverez une vidéo qui contient les questions de la compréhension écrite. Wa fi al-video tani sawfa tajidouna as'ilat al-ikhtibar al-shafawi, la production orale. وفي الفيديو الأخير والفيديو الثالث سوف تجدون كل التصحيح، تصحيح الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية. 3 مقاطع فيديو في صفحة واحدة، يمكنكم التوجه إليها من الرابط أسفل الفيديو أو في الوصف. توجه إلى هذه الصفحة التي تحتوي كل الأسئلة النموذجية للحصول على دبلوم الدالف باللغة الفرنسية، le diplôme d'études en langue française ou DELF. ونتمنى لكم دائما كامل التوفيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما، وإلى اللقاء.